وبأول صباحنا لليوم وبداية فقراتنا مع الصيف ومع السبورات والتياب اللي بتكون الجسم باين منه كان بالإيدين، في صبايا عندهم مشكلة وهي نمو الشعر الزائد. هذا المشكلة ممكن تسبب لهم إحراج كتير كبير بين الناس، ببعض الأحيان ممكن تكون الحالة مرضية، وممكن اليوم خبرنا الدكتور أنه هي وراثية وبترجع للجينات الموجودة بجسم الأنثى. كتير من المعلومات رح نحكي عنها، ورح نحكي عن مفهوم الصبية اللي فينا نقولها بالعامية المشعرانية. شو هي المشعرانية وقامت الصبية بتنصاب بهي الحالة؟ معلومات كتير مهمة مع ضيفنا لليوم الدكتور أكرم الأحمر، أخصائي أمراض نسائية ومعالجة عقم. صباح الخير دكتور. يا صباح الفل. صباحك. يا صباح النور. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيك. لما نحكي عن المشعرانية وعند البنات، فكتير بنات بيعانوا من هي المشكلة ومسببت لهم يمكن مثل ما نقول قلق، حتى لو كانت يعني خفيفة أو أبر. نعم. دائما منظر الأنثوي يمكن عند بعض البنات بتنافى مع وجود هاي الظاهرة. خلينا نحكي عن سبب وجودها وسبب تفاوتها بين أجساد الصبايا. هلأ صباح الخير. ثانيا بدي أقول شغلة، اختياركم الموضوع جدا حلو لسبب، إنه مثل ما ذكرتوا بالمقدمة هلأ سباحة وسبورات وسهر وواوا. أوكي. الشيء الثاني اللي أقوى من هذا كمان، إنه البنت السورية مشهورة بجمالها واعتنائها بجمالها، وهي بالإحصائية العالمية للأمم المتحدة هي بتأخذ المرتبة الثالثة بالجمال والترتيب بالعالم. فتاة سورية؟ فتاة سورية نعم. هي. لأي محافظة دكتور؟ أنا من الشام. كل المحافظات. فبدي أقول لك شغلة، السبب الشعراني أو خلينا نقول بالتعريف، هي ظهور أشعار بغير مكان المألوف، أو إذا نفس الأشعار بمكان المألوف البسيط، يعني بنعرف إنه شوي عند السوالف، في شوي عند الثديين، يعني كمية بسيطة بس صارت أكتر بكتير، عم تنمو بسرعة أكبر، صار اصطباغة باللون أقوى، لونها جائر أكتر خلينا نسميه، ملمسة أشد كمان، كما دخلت هاي بتصنيف الشعرانية. هلأ الحقيقة هي إنه كتير الطبيب لازم يواجه هالموضوع بحكمة وتفهم لحساسية البنت لهذا الموضوع، إنه ويفهمها، لأنه أغلب الحالات هلأ رح يمرق معنا إنه هي مشكلة بجد بسيطة، ولكن جماليا وتجميليا هي مشكلة مؤذية للأنثى للبنت. غالبا قد تكون مشكلة غدية حل بسيط، وليس دليل على شيء تاني كبير لحسن الحظ. هلأ قلنا هي بالتعريف، هلأ بالأسباب، هي منقول الشعرانية هي فرط ظهور الأشعار مثل ما قلنا بأماكن غير مألوفة وبمواصفات بقى غير مألوفة، ناجم عن، وأرجو هون الانتباه لهالنقطة، ناجم عن فرط إفراز الأندروجين. الأندروجين يعني هرمون مذكر، تمام، من المبيضين اللذين قد يعانيان من مشكلة في الإباضة. هون إذا منتذكر أنا وياكم أنه في موضوع تاني يكاد يترافق مع مشكلة الشعرانية، يلي هو موضوع تكيس مبايض أو مبيض متعدد الأكياس، يلي من الجملة الأخيرة اللي قلتها منشوفه كتير عند الفتيات يلي عندهم مشكلة بالإباضة. بمعنى لو عم بتشوف دورة شهرية خلينا نقول شبه ريجولر، يعني منتظمة عم تجيها، ولكن في عندها مشكلة بالإباضة بمنتصف الدورة الشهرية يلي منسميه مبيض لا إباضي، يعني عم بيقوم بوظيفته إنه عم تطلع دورة ولكن ما في إباضة بمنتصف الشهر بجزء من الدورات وليس بكل الدورات. فلما بنرجع للسبب، إنه هو فرط إفراز الأندروجين الهرمون المذكر، غالبا بيكون من المبيضين يلي يعانيان من مشكلة بالإباضة يلي بنسميها اللا إباضة المزمنة. هي بالحالات الأغلب للشعرانية. في بعض الحالات ولحسن الحظ هي نادرة جدا، يلي بقى بترتبط بنفس القصة، إنه فرط إفراز للهرمون المذكر، ولكن بقى ترتبط عنا لا سمح الله بأورام بالمبيضين أو أورام بغدتين الكظر يلي مسؤولين كمان عن إفراز الهرمونات المذكرة بهذا الموضوع. دكتور قبل ما نفوت نفصل أكثر بموضوع الشعر الزائد، ممكن قد ايه نسبة الوراثة بتلعب دور؟ اليوم عم نحكي عن الصبية، ولكن احنا بنشوف اليوم شباب كثير يعني عندهم كمان شعر زائد غير شب ثاني. يعني نعم نعم. الوراثة شو دورها بهذا الموضوع؟ طيب تمام، خلينا نقول انه جزء من تركيبة أي أنثى بما فيها الأشعار اللي عندها إياها
مرتبطة شو في عندها بالجينات اللي أخذتهم من أبوها وأمها. منشوف بعض القصة هاي موجودة، القصة هاي موجودة كمان ببعض الأجناس أو الأعراق أكثر من غيرها، بمعنى بالفار إيست بالعرق الأصفر شبابهم يا دوب عندهم شعر بيطلع لهم، فالبنات قليل كتير. منلاقي مثلا يلي بشرتهم ميالة لتكون سمرة، منلاقي الشعرانية بتطلع عندهم تطلع شعرانية جائرة كتير كتير وبسرعة قوية. هي إلها علاقة بالعرق أو مثل ما قلنا بالجنس. غير هيك منلاقي مثلا البنات اللي بشرتهم بيضة أكتر صحيح بيطلع لهم شعرانية، ولكن منلاقيها ميالة للوبر أكتر، ما أنه تكون في عنا شعرة قاسية وطويلة وعم تنمى بسرعة واصطباغة باللون عالي. فهذا الجزء اللي بيتعلق بالوراثة، الحقيقة نحن دورنا كأطباء جدا محدود بأنه نقدر نعالجه. الجزء الثاني بقى يلي خارج موضوع الوراثة يلي هلا ممكن يمرق معنا، هذا اللي بنقدر نتدخل فيه نحن بعلاجه. فلذلك بنقول له للأنسلة والبنت انه طمني بالك بس بوسائل بسيطه، طبعا هي بعد الاستقصاءات اللي بنعملها بنتاكد انه ما في عندنا مشكله بالاباضه بلا بلا بلا، انه هي مشكله ما انا مشكله الحقيقه، انت تركيبتك المورثيه هيك موجوده، تعاملي مع الموضوع لانه موضوع تجميلي بالوسائل التجميليه. طبعا بعض الادويه ممكن تساعد كثير بهي الحاله. طيب دكتور خلينا نحكي شوي او نتوسع بموضوع الغده وتأثيرها. واليوم بأي عمر أنا بشوف صبايا أو مو صبايا، أطفال يعني أنا بعرف طفلة بعمر 3 سنوات عندها كان مشكلة بالغدة، وهذا الشيء أدى لظهور الشعر يعني، وكأنها بمرحلة البلوغ كانت الصغيرة يعني الطفلة. خلينا نحكي نتوسع أكثر لأنه يمكن هذا أكثر موضوع هو مرتبط بموضوع الشعر الزائد. تماما سيدتي. هلأ نحن منلاحظ شغلة، قول معلومة بسيطة الناس رح تستغربها، أنه بداية خلينا نقول تفعيل بصلة الشعرة والخلايا اللي موجودة بتؤدي لتكون الأشعار، هي بتكون بالأسبوع الثامن للبنت لما هي ببطن أمها. يعني يا دوب طبقت شهرين أمها حامل فيها، بداية التفعيل المنظومة الشعرة بتبدلش بهداك الوقت. فلذلك نحن بفترة الحمل وهي لساتها عمرها شهرين ببطن أمها. تمام. هلأ في منهم بيتفعل، وخاصة بيتفعل إذا كان في عنا قصة باتجاه إنه ميل للبلوغ المبكر، أو في بالعائلة قصة بلوغ مبكر، منلاقي بلش تظهر أشعار العانة، أشعار تحت الأبط، أشعار قوية بالجسم. هي أكثر ما مهم إنه نحن نعرف إنه بس هي شغلة شعرانية وتخاف البنت وأمها من إنه في شعر زايد، ننتبه لهي القصة إنه ما يكون في عنا قصة بلوغ مبكر بهي الحالة، لأنه بيوقف طولة شوي، هي نفسيا ما أنا مجهزة بلا بلا بلا، الإحراج لإلها بالمدرسة لما تكون صغيرة. كيف بيتدخل يوم الطبي إيقاف البلوغ المبكر؟ طبعا في عنا كتير وسائل لنوقف البلوغ، آلية البلوغ، بشرط قبل ما تقلع الآلية. بأي عمر دكتور اليوم؟ نعم. يعني مفروض الأم تنتبه لهي الناحية، تنتبه بكل مراحل العمر للبنت عندها، وخاصة بالسبع ثمان سنين إذا بلشت تشوف هيك علامات عفوا تكوّر الثديين. قولي هو موضوع كبير كتير، هذا موضوع البلوغ المبكر بده حلقة لحاله. تمام. بعدين بقى بنشوف الشعرانية بتكتر أكتر شيء مثل ما ذكرتي حضرتك، لما بنبلش منقرب لعمر البلوغ، المراهقة عمر البلوغ، وهون وقت المشكلة الكبيرة. يعني في مثلا سيدة بتجي لعندي جابت بنتها، إنه بنتها قلت لها طالعنا شعرتين ونص، بدأنا هون شعرتين ونص، مو عارفه انا خليها تدرس شعرتين ونص، والنص الثاني وينه ما بعرف، طلع النص قال وراح. المهم طلع شعرتين ونص بالدوره الماضيه. طبعا في عوامل ثانيه ممكن تساعد، لانه نحن بالصيف برجع لمقدمتكم الجميله بنلاقي الشعر كمان بهب هبه لما بلش تطلع درجه الحراره. صحيح. كون ان الانثى او الكائن البشري بشكل عام هو جزء من الطبيعه، الطبيعه بتهب مع ارتفاع الحراره. دكتور دائما اصلا ظهور الشعر مرتبط بتغير الهرمونات، يعني بالحاله الطبيعيه اذا سيده بنلاحظ ما كثير عندها اشعار زائده بفتره من حياتها الا ما يطلع الشعر بطريقه زائده، فهي يمكن حاله طبيعيه مثل الحمل. مثل الحمل بالحمل. تمام. ولكن كمان في حاله هي مرضيه كثير حكينا عنها سابقا ومع حضرتك اكيد، هو المبيض متعدد الاكياس. نعم. وعامل اساسي بظهور الاشعار. 75% في ترافق بين الحالتين. تمام. بين تكيس المبيض والاشعار. خلينا نحكي عن هاي الحالة وبحال علاج المرض ممكن بقى يزول هاي الكثافة تبعية الأشعار انه ما بقى تطلع؟ طبعا. هلا نحن هدفنا بدنا نقول لما بدنا نعالج الشعرانية
اولا نعرف انه هل يوجد مشكله غديه حقيقيه ولا لا. اذا مو مشكله غديه حقيقيه بس خربطه بالتوازن بالعمل الجهاز الهرموني عندها، بنرجع نحن التوازن قدر الامكان وبنشتغل على الموضوع الخارجي. بمعنى انه نحن هدفنا لما نقول في شعرانيه بدنا نعرف ثلاث شغلات بدنا نوصلها بهدفنا، انه يصير سرعه نمو الشعره ابطا، ملمس الشعره انعم، لونها افتح. اوكي طيب، هي من جهه لما بندركها بندرك من شغله. من جهه ثانيه انه نحن عندنا في دورات بنسميها بالشعر دورات نمو وتساقط بالاشعار. ناخذ مثال شعر الراس. شعر الراس على طول في شعر عم بيهر وعلى طول في شعر بيكون عم يطلع، بس في اوقات بيصير في تزامن بين مختلف مناطق الفروه بشعر الراس، تزامن بمعنى كل المناطق بلش يصير فيها هرران شعر. هي ما بتكون حاله مرضيه، غالبا خلال 6 ل 8 شهور بيرجع وقتها بيصير في افتراق بين هالتزامن هذا اللي قلناه وبيرجع للحاله الطبيعيه بهر شعر وبيطلع شعر. طيب هلا اذا بدي اقول بقى مشكله غديه، نحن المحور الغدي اللي بخص الانثى موجود من الغده اللي موجوده فوق بالهايبوتالاموس بالدماغ، بعدين غده النخامه، بعدين الغده الدرقيه، بعدين المبيضين كغدتين بالاضافه للقزر. يضاف لإلون يلي هلا صار نوعا ما بالمعنى المجازي موضوع البدانه الصحه الزايده، هي صار فينا نقول كانه غده بالجسم لسبب بسيط رح وضحه. مثل ما قلنا بالتعريف انه الشعرانيه هي ناجمه عن زياده بافراز الاندروجينات اللي هي الهرمونات المذكره، تمام؟ طيب هالزياده منين عم تجي؟ بشكل اساسي بيجي لسؤالك هلا، 50% منها بيجي من المبيضين يلي عم يعانوا غالبا بيكونوا 75% من مشكله مبيض متعدد الاكياس او تكيس المبايض. اوكي طيب هي لما بنعالجها بنخلص من 75% او 50% عفوا. في 25% منها بتجي من وين؟ من النسيج الشحمي المحيطي، يعني اللي عندها 5 6 كيلو 10 كيلو زياده اذا بتخلص منهم هدول الزياده هي بتخلص على الاقل من 25% من خط انتاج اضافي غير مرغوب به للهرمونات المذكرة. تمام. يعني كتير بتعمل قفزة كبيرة بحياتها بالإضافة لتدبير ال 75% من الترافق بين حالات تكيس المبايض أو البي سي أو أو البوليسيستيك أوفري سيندروم اللي الناس بتعرفه، مبيض متعدد الأكياس. لما بنعالجهم بكون عالجنا المشكلتين سوا. هلأ من بعض الحالات بنلاقي بنرجع لموضوع الغده حضرتك اللي ذكرتي سيدتي يلي انه الغده الدرقيه ببعض حالات قصور الدرق بنشوفها هي القصه، تمام؟ هلا ببعض الحالات الثانيه يلي فيها تناول بعض الادويه يلي تؤثر على عمل المبيضين او عمل القزرين، غدتي القزر لانه مسؤولين عن 25% من انتاج الهرمون المذكر، كمان هدول بعض الادويه تؤدي لزياده تشكل الشعرانيه. مجرد فطام عن هي الادويه بيروح كمان 25% مشكله الشعرانيه. لكن الشغله اللي بدي اوضحها اذا بسمحوا لي انه علاج هيك قصه هو علاج طويل الامد. انا هون نقطه كنت اسالك اياها دكتور، يعني احنا ذكرنا مشكله من الاكياس المبيض، ذكرنا البدانه، ذكرنا عامل الوراثي قديش ممكن ياثر بالقصه وايضا الغده. اليوم هدول الاحتمالات بشكل عام هل بدت العلاج عم تكون وحده والخطه العلاجيه الادويه؟ كثير بنشوف صبايا بتقول لك انه انا رحت على الدكتور وقال لي بده يعطيني مانع حمل، انا ماني متزوجه، انا بخاف يعمل لي عقم، بخاف يعمل لي شيء ثاني. خلينا بالشق الاول نحكي عن مده العلاج وهل هي آلية العلاج الدوائي نفسها لكل الحالات؟ لا ابدا، كل حاله يعني مفرده يونيك، هي كل حاله مفرده عن الحاله الثانيه. قد يكونوا اختين بنفس البيت عندهم نفس المشكله بس كل وحده تدبيرها مختلف. تمام، هي نقطه. والمده الحقيقه هي المده، خليني اكون دقيق، خليني اقول هلا نفترض انا وياكم اجت لعنا بنت عندها شعرانيه مزعجه بالسوارف بالدقن بمنطقه الشوارب حوالين الثدين، الفخذين موجوده بشده باسفل الظهر، اوكي عم تعاني منها. اجت عملنا الاستقصاءات تبعيتها لقينا انه مشاكل غديه حقيقيه ما في، خاصه مع هرمون الحليب وهرمون الغده والهرمونات المذكره، لانه يجب استقصاءها حتى ننفي وجود آفات خبيثة اللي مثل ما قلنا ببداية الحلقة لحسن الحظ انه هي نادرة لحسن الحظ. طيب عملنا نحن استقصاءات تبعيتها لقينا عنا شوية وزن زايد، اوكي بلشنا بالعلاج. هلا بنمر على الشيء ذكرتي حضرتك والمخاوف بيخافوا منها. طيب بلشنا نحط خطة العلاج، نحن فينا انا وياكم هلا نوعدها لهي البنت انه بدءا من ثاني شهر
شوط إلى بالشوط إلى بدءا من ثاني شهر رح تلمس بداية قفزة بتحسنها، ولكن من بعدها رح تلمس قفزات كبيرة بتحسنها، بس مدة العلاج لا تقل عن 9 أشهر. هو علاج دوائي؟ يس دوائي. إلا ببعض الحالات يلي بيكون فيها الترافق الشعراني مع تكيس الموبايل شديد جدا، يعني PCO نحن عنا تصنيفه تكيس الموبايل درجة أولى تانية تالتة، في حالات نشوفها أعلى من التالتة، إذا بيكون الحل عند هالبنت أو السيدة يلي هو عملية تثقيب للمبايض لترجع الإباضة وترجع تنتظم دورتها، لأنه ممكن يكون بهالحالة عن اضطراب شديد بالدورة الشهرية لما يكون عندها تكيس. دكتور خلينا نوضح نقطة، كنا عم نحكي عن العلاج، كثير من السيدات بيلجأوا للليزر ليشيلوا الشعر حتى بالأماكن الطبيعية يعني، ولكن في كمان استجابة السيدات عم تكون مختلفة، هون دائما بيكون في توجيه على دكتور أو دكتورة النسائية لنشوف إذا في مشكلة، بيروحوا أحيانا بيكون في مشكلة بتتعالج وأحيانا ما بيكون في مشكلة، ولكن ما عم يكونوا في هاي الاستفادة على جهاز الليزر. نعم. إذا بدنا نقول طب خلينا نحكي الفرق اليوم، هم بيكون شو بحاجة لعلاج دوائي لحتى لإزالتهم؟ طبعا. لأنه نحن كيف بدنا نعمل شغلة، رح نفترض انه هلا اجت وعندها شعرانيه هون موجوده حوالي خلينا نقول 5-6 سم منطقه السوالف وشوي بالشوارب والدقن. اوكي طيب، نحن هدول اذا بدها تروح تعمل ليزر او باي طريقه اخرى لازاله الشعر، اولا بدها جلسات علاج طويله مكلفه اكثر، نسبه النكس عاليه جدا. تمام. اما نحن لما بالعلاج الدوائي بدل هال 6 سم اللي واصلين لهون الشعر بنقدر نخلص من حوالي 4.5 سم، بس سنتي صغير هون، وهذا قريب للشعر البالغ اللي هو شعر فروة الرأس، لأنه ملاحظ كلا الوليدين سواء كان الوليد أنثى ولا ذكر في عنده شعر براسهم. هذا الشعر تقريبا بمرحلة ما أنه مرتبط بالجنس بالهرمونات الجنسية. أوكي طيب، هلأ نحن منقول نبدأ علاج نصلح وظيفة المبيض ونخلص من القسم الأعظم من الآفة الشعرانية دوائيا، الجزء اللي بيبقى ومعند بقى أكثر وقريب للمناطق الشعر الناضج البالغ يعني مثل قلنا شعر فروة الرأس، وقتها بتكمله بالطرائق الأخرى سواء ليزر ولا تخثير كهربي ولا بلا بلا. الليزر مع العلاج الدوائي بيصيروا مع بعض ولا لازم تخلص العلاج الدوائي بعدين تروح على الليزر؟ كتير سؤال دقيق، لأنه هذا كتير من سؤاله. الحقيقة أنا اللي بفضله واللي شفته من خلال تجربتي الشخصية كتير 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 مع مريضاتي يلي هو خلينا نبدأ أول شهرين ثلاثة بعلاج دوائي، نعمل كنترول كتير قوي على الحالة، وبعدين بقى إذا بدها تكمل بالترافق مع بعضهم، مو تكمل إنه انتهينا وصار بقى شيء تاني لحاله، بالترافق مع بعضهم إيه فيها تكمل بالوسائل تاني وتاخذ نتائج هامة جدا جدا رائعة. وأهم شيء النتائج يعني. وعلى ذكر حب المانع سيدتي، معلش قديش معي وقت؟ بشكل ثانيتين على ذكر حب سوفاج المانع. وموتفرار دائما بنشوفهم ماشيين بخطة يس العلاج. يس. وحتى بنعطي ممكن بعض أنواع الأدوية اللي فيها خافض ضغط شرياني، هو دواء مساعد للأدوية الأساسية ولكن زمرة وحيدة منها، لأنه تؤدي لزيادة حساسية جريب الشعرة للهرمون المؤنث أكثر من الهرمون المذكر، فبتبلش الشعرة تصير خفيفة، استباغة باللون بسيط، بطيئة بالنمو، بقوم بتهر لحالها. لسه بدها صبر حكيم. نعم. لسه بدها صبر وبدها ثقة بين الطبيب والمريضة. تفهم رائع. تمام. موضوع كتير بحر هذا الموضوع، إن شاء الله هيك بموضوع تاني بحلقة تانية بنكفي بهي نفس القصة. شكرا دكتور لتواجدك، يسعد صباحك. دكتور أكرم الأحمر أخصائي بأمراض النسائية ومعالجة العقم، شكرا كتير لوجودك معنا اليوم. يا هلا سيدتي.